زي اللي اشوف. عم تغلط، عم تغلط غلطة كتير كبيرة علي رضا. حاسك انت اللي عامل الغلطة. ما عم صدق. مرحبا، وعدكم جيبه ووفيت. بلال تحت، سلمته لسعيد. بحب هنيك، اشتغلت شغل منيح بصراحة، ما كنت متوقع كل هالأداء. أنا كنت قايل لك إنك ما بتعرفيني لسا. رح أعرفك علي رضا، مع الوقت نحن رح نعرف بعض منيح. إذا ما في شي تاني بالحقيقة في. أنت وعم تحكي عن أبي، شفت بعيونك غضب وكره. لأنه كسر لي قلبي. فخر الختيار هو وما غيره. منيحة 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 منيحة. آه.
هلا كنت عم فكر فيك. فيني؟ ايه، يعني مين بتشبه؟ كنت عم شبه عليك لحدا عجيب. مين كان؟ الوقفة، الاتياب، مين كان؟ الأجل، الموت، النهاية، سميها مثل ما بدك، لأنه إذا ما جاوبتني على أسئلتي ما رح يكون عندي خيارات تانية. هات سؤال لشوف. شو بده مني الختيار؟ يلا سأل. نحن حابين نعرف مع مين عم تشتغل مثلاً، ومن وين عندك جرأة أنه تعتدي على هزار خانم؟ أنا بستمد الجرأة بشكل مباشر من حالي، هاي طبيعتي. مثلاً عندي عصابة اسمهم المقاطيع، اسم على مسمى، يعني مالي مثلك، فهمت علي؟ سعيد. ليش عصبت؟ ما فهمت. الختيار ما أنا مالكتك؟ أعطيني سبب منطقي واحد، سبب واحد يخولك أنه تعتدي علينا. أنتوا بعدتوا علي رضا لعندي، بدكن تقتلوني مو هيك؟ هدول بيكفوا يمكن. طيب احكي لك، كان ليش بعتنا لعندك؟ شو بعرفني؟ معقول لأنه ما رضيت أدفع بوقتها لطاولتكن العمولة ما؟ فهمنا شي هلأ. إلي هاي؟ إلك. إلي. إيه نعم. ترى ما يغرك حجمها الصغير ولطافتها، صدقني سما فتاك، ما بيتعب ابدا، سريع ومؤلم. هلا ليك، اول ما يفوت السم على جسمك ضغط الدم بينخفض، بعدين ببلش السم يمشي بالعضلات، بعدين ببلش النزيف الداخلي، الدم بيعبي خوانيقي وبموت مخنوق بدمي. خلص الدرس معلمي؟ خلص. هي بتعرف شو رح تعمل، لنشوف انت شو رح تعمل. انا بحب الحيوانات وبقدر افهم على لغتهم. شو اخبارك يا حلوة؟ منيح، انا كمان قاعد عم بستريح. منيح منيح. طالما هيك موفقين بحديثكن. ما عم يحكي ما هيك؟ ما بتفرق كتير، حتى لو طول شوي كمان النتيجة واحدة. على طول في استثناءات، وبلال واحد منه. ما رح يحكي بهالشكل بالمرة. يعني الرابط الوحيد اللي بيننا وبين فؤاد هو، فما فينا نسمح له يموت. مين قالك انه رح يموت قبل ما يحكي؟ رح اسحب له كل الجمل اللي براسه بمعرفتي، رح خليه يقول كل الكلمات اللي حفظها بعمره. وشو رح تساوي؟ الحية عندها قوة سحرية. تركني أنا حقق معه. انت ركز على شغلك علي رضا. هذا شغلي ورح أعمله. صرتي أحسن رقية خانم؟ ماشي الحال. بصراحة الحكي معك ريحني. أنا كمان في أسئلة عم تدور براسي، إنه منين أسألك شو أحكي؟ مالي عرفانة.
عن جد أنا مالي عرفانة شو أقول. رقية خانم علي رضا ابني، يعني مين عيلته الحقيقية؟ طيب أنتي بتعرفيه؟ ما بعرفهم، بس المرحوم لما جاب علي رضا قال لي إنه مقطوع من شجرة، بس هو كان يتطلع بعلي رضا بطريقة بتحسسك إنه هو ابنه. صدقيني ما عرفاني شو من جهة زعلاني على علي رضا لأنه ما عنده خبر بشي ابنه، ومن جهة تانية زعلاني عليك. انتي مالك ذنب باللي صار معه، انتي كنتي أم إله وبس. الأمومة معنا بالحبل والولادة خالدة. علي رضا أول مرة ارتفعت حرارته فيه أنا كنت جنبه، ولما بلش ينقل الخطوة ويمشي، ولما بلش يحكي أنا كنت جنبه. هاي ما اسمها أمومة؟ أنا هلأ فهمت كتير منيح ليش حبيتك كل هالقد رقية خان. عندك قلب طيب لدرجة كبيرة، اللي عملتيه ما حدا كان رح يعمله أبدا. بس اللي ما فهمته، شو الشي اللي قالك بعد كل هالسنين عن هالقصة؟ ما بعرف، كتير مخنوقة مو قدرانة اتنفس. الدنيا مو واسعتني، كتير تقيل هالحمل. المرحوم قال لي هالولد بأمانتك، بس مثل كل أمانة مرجوعة بيكون لعند صاحبها خالدة. زودت همومك، شكراً أنك سمعتيني بنتي. أنا اللي بتشكرك رقية خانم لأنك وثقتي فيني، سرك معي بأمان، ما تخافي أبداً. وأنتي كمان ما تزعلي حالك، علي رضا ماله صغير، ما حدا بيقدر يجي ياخده منك. ما بعرف بنتي، خايفة أنه يسمع هالحكي من حدا تاني غيري. بس أنتي لازم تحكي له الحقيقة، يمكن يعصب بالأول بس بعدين رح يفهمك. اللي بيناتكم أكبر بكتير من رابط الدم. بدك يعني يضل معك شي؟ لا لا بنتي لا، يسلموا، عذبتك بما فيه الكفاية. شكرا يا حبيبتي. انتبهي على حالك. أمي وينك أنتِ؟
كم مرة اتصلت فيكي؟ ليش ما رديتي على تليفوني؟ بنتي طلعت اتمشى شوي، صار شي؟ أنا قلقت عليكي بس مو أكتر. فكرت صار شي لا سمح الله. ما علينا، رح اتسطح شوي، حاسة حالي تعبانة. أمينة أنا طالع. شبك شو الموضوع؟ أنا ما فيني شي، بس أمي حالتها مو عاجبتني، عندها هم وما عم بتقلي شو هو. شو رح يكون يعني يا أمينة؟ عم تحاول تتأقلم، حياتنا تغيرت بالمرة، بدها وقت. هيك بتقول؟ إيه طبعا. كيف طالع؟ حلو، بس شو هالفرحة كلها هي؟ كيف بدك ما أفرح؟ الشركة طول بعرض، الكل راكدين بدهم رضاي، لولاي أنا ما كانوا عرفوا يضربوا اثنين باثنين، وهديك الشركة الكبيرة. شو هالحكي هاد؟ طبعا. مجد وينه؟ طلع من البيت من زمان. ليكو ابن حمايل الصغير صار مدير عن جد، وهاد بفضلي أنا. يلا أنا ماشي. شكرا، يسلموا إيديك. صحتين وهنا. صحة مجد بيك. فرحت لكم، رح تكونوا كلكم مرتاحين كتير هون. ايه المحل منيح. أنا بالحقيقة بدي أسألك سؤال. رح تسألني عن سيدرا ما هيك؟ ما في أخبار عنا مجد، وبلا ما يكون في أصلا. بتمنى أنك ما تزعل حالك لو سمحت. يعني عم جرب، بس أنا ما عم استوعب القصة. يعني عم تخطر ببالي كتير قصص. مو مصدق هي جاسوسة، يعني الكذب مو سهل هالقد. أن تجي وتطلع بعيوني وكأنها بتحبني من زمان. حاسة فيك أنه تصدق حدا وتوثق فيه وبعدين يخون ثقتك صعبة، بس بالأخير رح تتقبل اللي صار. لهيك أنا برأيي ما تزعل حالك بنوب، جاسوسة ولا لا ما رح تفرق أبدا. شكله الحديث مهم، هاتوا لشوف شو اللي ضيعته على حالي. كتير شغلات والله. كنا بسيرتك من شوي. لا لا تقولها مجد، انت اخر واحد ممكن انه يحكي علي. لا تقلق، سألته اكتر من سؤال بس ما جاوبني على شي منه ولا شي. امشي خالدة، تعال روح على مكتبي، بدي احكي انا وياك. شوفك. انتبهوا على حالكم. خير، ليش بدك انا نحكي؟ صاير شي انا ماني دريان فيه؟ لا تشغل بالك، بس في موضوع حابه دردش فيه انا وياك. ايه. تفضلي. ايه وهي صفينا لحالنا، قولي شو صاير؟ تركتني بالليل ورحت، قلت انه رح ترجع وما رجعت، ولما فقت الصبح كمان ما لقيتك. رجعت بالليل خالدة، كنتي غرقانة بنومك وما صحيت فيقك. تركت لك رسالة ما شفتيها؟ بلا شفتها. شفتها بس صدقني ما غيرت اللي حسيت فيه. بشو حسيتي؟ انت تركتني لحالي. علي رضا، خالدة،
أهلا وسهلا بنتي، لا تأخذوني، فكرتك لوحدك، برجع بعدين. تفضل عمي، تفضل. شكلكم تكون تحكوا بالشغل. أنا لا عادي، لسه ما خلص حديثنا، خليك قاعدة. تعال فوت فريد، أنا بدي إياك تكوني على هذا الحديث يلي اسمه بلال، تهجم على المركز الصحي تبع خالدة وأنا جبته. هذا اللي كان بدنا نعرفه، معناته رحت لوحدك مزبوط؟ وينه؟ لحتى نحقق معه. ما جبته لهون، رحت سلمته لهزار خانو. هزار خانو؟ الختيار يعني. الست اللي اجت لعنا على البيت هداك اليوم؟ علي رضا شو الموضوع؟ مين هالست ومين بلال؟ أنا ما عم بفهم أي شيء. مثل ما بتعرفي خالدة، فؤاد كان السبب بقتل عائلتك، بس هو ما كان لحاله، كنا عم نتحرى عن هوية اللي كان عم يشتغل معهم، وفؤاد خبرني هو مع مين كان عم يشتغل قبل ما يموت. قصدك بلال؟ هو كمان بالضرب. ليش كل هالأعداء عنا ياهم؟ ما عم بفهم. وأنا اللي كنت عم أقول إنه فؤاد مات وخلصنا، بس طلع نقطة ببحر. طيب وهزار خانو؟ هي الرأس الكبير الحقيقي للمجلس تبعنا، والمدير التنفيذي لشركة معروفة، بس طبعاً عندها الجوانب السوداء اللي ما حدا بيعرف فيها ولا بيسمع عنها أبداً. طيب فيني أفهم شو رح يصير؟ قاتل عائلتي رح يضلوا عم يتفتل بيناتنا؟ ورح تبلش هالقصة من جديد بعد ما فكرت انتهيت؟ مين ما كان اللي ورا هالقصة رح أكشفهم واحد واحد، أنا بوعدك. أنت ما تشغلي بالك، وما بيهمني لوين رح توصل القصة ولا بتفرق معي، المهم عندي إنك تكوني بأمان. طيب وأنت؟ رح تكون بأمان علي رضا؟ قلت لك المهم إنه أنت تكوني بأمان مو أنا. يلا تعي خالدة، خليني أوصلك. راجع لك عمي. ماشي. بتشكرك إنك حكيت لي كل شيء، وأنا جاهزة أعمل كل شيء بيطلع بإيدي. كل اللي بدي تعمليه إنه تنتبهي على حالك، ما عاد بدي إياكي تطلعي وتفوتي لحالك أبداً، وإما بتكوني الحراس بيكونوا موجودين. علي رضا، بعرف إنه ما بدك، بس لازم تتحملي على الأقل لحتى نمرق من هاي المرحلة الزفت. إذا لقيت حل هلأ بيطلع شي مشكلة، وإذا حليت المشكلة بيطلع غيرها. إذا بدك تحميني يكون جنبي مو أكتر. خالدة شلون بدي يكون جنبك كل دقيقة بهالوضع؟ لو سمحت اسمعي كلمتي، ما بدي يضل بالي عندك، كلامي مفهوم؟ يضل لحتى ما تنسى وتذكر. أنا مالي وحدة مجبور إنه تحميها وبس، أنا حبيبتك وبحاجة لأكتر من الحماية على فكرة. مبين قديش معصبة. إيه معصبة، وحابة إني ذكرك إنه كان عنا حديث وما قدرنا نكمله. بمر لعندك المساء ومنحكي. رح أستناك. مراد وين مختفي؟ ليكني اجيت حياتي انا هون. كنت رح موت من خوفي. هيك رح نضل؟ انت مبسوط بحالتنا؟ بعتذر منك فتون. بدك يعني اتأقلم. انت شو قصدك تقلي مراد؟ حكيت مع براق وخبرته، قلت له انه انا بكون رئيس الجديد لهي العيلة، وقلت له انه لازم يحترمني ويرضخ لقراراتي. إذا ما رح يتقبل هالشي يحمل حاله ويمشي.
والحكي اللي قلت له اياه هو إلي كمان؟ لا لا، ما عم أقوله إليك. بعرف إنه أنت مأمنة فيني وبتحبيني، وإنه رح تضلك واقفة جنبي على طول. بالله؟ بس براق بيكون أخوك وبيحبك من قلبه. كنا غلطانين، هو كل همه يقعد على هداك الكرسي، طلع ما بيثق فيني ابنه، نسيان إنه منقذ له حياته وعم يخوني. بالنسبة إله أنا واحد سيء، ضعيف وجبان، هيك شايفني. معناها نحن ليش متعبين حالنا بكل هاد؟ ليش ما منحمل حالنا ومنبعد عن كل هالقرف؟ براق رح يفهم غلطه مع الوقت. لا لا، بدي غير رأيه بالأول. رح يتعلم إنه يحترم أخوه الكبير، وغصب عنه بده يعرف قيمتي. وبعدين؟ وبعدين فينا ننسحب وبالنا مرتاح. اللي بدي أطلبه منك إنه تصبري لوقته وبس. فيك شي؟ فوت لقلك. براق؟ وينك لهلا؟ انشغل بالي عليك كتير. كنت فيقني قبل ما تمشي. تمام. ليكني اجيت. انت منيح؟ ايه منيح. منيح. هاي جايتي من عند أخي، طلب إنه يحكي معي وحاكيته بشكل أصح. أنا كنت عم أسمعه، هو اللي حكى. والنتيجة شو؟ النتيجة كان معك حق عليا، كان معك حق. مراد قاعد مع حاله وقلب الفكرة براسه واتخذ قراره. قال يا رح طيع أوامره متم ساكت، أو رح يطلعني من العائلة. بالمختصر ما رح يعطيني الكرسي. وأنت شو قلت له؟ إن شاء الله ما تكون عصبت وجنيت. لا لا روا، ما حكيت شي، كنت هادي. أصلاً ما ترك لي فرصة لأفتح تمي. كان صاحب قرار، ولأول مرة بحياتي بشوفه مصمم كل هالقد على قراره. قال اللي عنده ودار وشه ومشي. حلو كتير. شو قصدك؟ يعني قصدي بحلو انه منيح ما فقدت اعصابك وجنيت عليه. هذا قصدي. برأيي هلأ لازم نقعد ونفكر شو الجواب اللي رح تجاوبه لأخوك. ما بدي مين يعلمني، لو ما كان أخي الكبير كنت بعرف جاوبه. طمني، شو أعمل؟ بيضل أخي. أنا هالمسألة لازم حلها بطريقة تانية، ورح حلها. رح لاقي الطريقة اللي بشوف مصلحتي فيها وبدون ما حاربه. بلال، شو وضعه؟ في شي جديد؟ قول قول، أنا ما بخبي شي على عليا. علي رضا قدر ياخد بلال. كيف أخده؟ بالضبط ما منعرف، بس قدر ياخد بلال وكمان سلموا للختيار. لك يلعن، انا رح جن. هالتافه شلون بيطلع لنا ورا كل قصة فيكو؟ ايه، مو على اساس بلال قوي كتير شايفين مسك، كأنه مسك فورا. المجلس هو يلي قوي، الختيار وهنن يلي داعمين علي رضا، هنن القوايا مو هو. دور لي على عصابته، هدول شو كان اسمهم، المقاطيع مدري الايتام. بغض النظر، بدي اتواصل معهم بأسرع وقت. بلال لازم نلاقيها فيكو. لو بدك تحفر الأرض بدي اياه مزروع قدامي.
شكل حديثكم ما كان لطيف أبدا. لا بالعكس تمام، حبينا بعضنا، طلبت منها تخفف لي وجعي. الله يسلمها ما خجلتني، حبابة كانت. برأيي بلا ما نضيع وقت، كل ثانية بتمرق مانا من مصلحتك. إذا ما حكيت رح كون آخر وش بتشوفه، بس إذا حكيت مصل السم جاهز. مفكر إنه ما عبالي، فضل يكون موتي من إيد حيوان على إنه يكون من إيد البشر. مثل ما بدك، أنا علي أقدم لك عرضي. إذا بدك تموت بلال موت. صاحبك حدا بيستاهل الموت كرماله معناه، لهيك زاد فضولي أعرف أكتر عنه. الكل بيفكروا لي قدامهم مثلهم، أنا ما عندي صاحب. ليش ما بدك تفهم؟ بس في عندي المقاطيع. خليك هون، خليك هون. حاضر. إذا قوصتني رح تخلي الكل يحسوا عليكم، وما حدا منكم رح يطلع عايش، فهمت؟ الله يلعنك. الإبرة، خذ الإبرة. Mm-hmm.
بدك شيء؟ ايش هيك صار؟ ليش تأخرتوا؟ لو تأخرتوا كمان شوي كنتوا رح تطالعوني جثة من هنيك. ليك ناجينا، أنا وفيت بوعدي، هلا صار دورك. كنا حكينا بالأول، يمكن يلي رح أقوله يلفت انتباهك. كتير تأخرت، ترك لي النهاية، أنا بعرف كيف اكتبها، لأنه أنا جاهز للموت. بس حسب ما فهمت أنت لسه مانك جاهز، ما؟ لوين أخذني يا شب؟ لعند الختيار؟ بالحرف الواحد. لا، مو حلوة هي، عم تغلط كتير يا مضطرب، عم تلعب للفريق الغلط. المنيح إنه المباراة بلشت من جديد. إذا بتحب فيني أعطيك آخر فرصة. الفرصة الأخيرة أنت بحاجتها أكثر مني. طيب، مثل ما بدك. كنت رح أنسى. إذا أنا متت ما رح تعرف بحياتك مين الشخص اللي عدم أبوك. أبداً. شو عم تخبص انت ولك؟ أبي مات بمهمة وما حدا أعدمه. لا، هي الصيغة اللي فاتت بالسجلات الرسمية، بس الحقيقة شي تاني تمام. أبوك الله يرحمه انعدم برصاصة واحدة برقبته. قتلوه. إذا عم تكذب رح خليك تشتهي الموت. كذب؟ لا، هاي الحركات لحتى تنقذ حالك أنا معقول صدقك؟ لو ما في إثباتات بإيدي ما كنت حكيت. طيب، إذا بقلك إني شفت يلي قتله، حتى مو بس شوفه إذا بدك وصورته كمان، وإذا بقلك إنه المقطع موجود معي، ليك هاي آخر فرصة. مين اللي عملها؟ برأيي أنت بتعرف مين قتله. الختيار؟ بينجو. والفيديو اللي عم تحكي عنه، إذا معك أرجينيا. لا، ما حذرت بنوب. لازم تخلصني من هالقصة بالأول، بعدين وعد رح نحضره سوا. بس ما في وقت، لازم سلمك للختيار فوراً. هي مشكلتك انت يا حلو، بدك يعني فكر بكل شي عنا؟ شو ما بدنا نروح؟ يلا امشي. هلا هذا هو بلال؟ أخوك الصغير؟ هون مين ما كنت، شو خصك؟ مجد اهدى، أنت من وين بتعرف الأسيد رح أحكي؟ اهدى أخي، بس ثانية جاوبني ولك. أنت عم تكذب ما هيك؟ أخذت البنت ورحت فيها، شلفتها بشي مكان بعد ما قتلتها. هي ما كانت جاسوسة، هربت. ما هي بتهرب طبعا. ليش؟ لأني تركتها عايشة وعم تتنفس. هديك البنت جاسوسة، مو ممرضة. خلاص مجد، شو بدها؟ عمي حسن، خدوه لبلال وفوتوه لجوا، نحن شوي منلحقكم.
خلاص مجد. مجد نرفوز كتير،